تقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. مشاهدينا في كل مكان، أهلاً بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج بك أطمئن، برنامج بنتكلم فيه عن مبادئ مع الله، مبادئ مع الناس، مبادئ مع النفس، مبادئ بنعيش بيها ونتعايش بيها وننجح بيها في الحياة. إيه رأيكم النهاردة نتكلم عن حاجة جميلة جداً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. عام الوفود كان سنة 9 هجرية، سن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 62 سنة قبل الوفاة بسنة. الوفود جت للنبي صلى الله عليه وسلم جايين يعملوا إيه؟ جايين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم احكي لنا عن الإسلام، اللي جاي يسلم واللي عايز يعمل معاهدة صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، عدد الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم 104 قبيلة جم للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت في السنة دي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عام الوفود كان قبل الوفاة بسنة، بس عايز قبل ما اتكلم في عام الوفود ونعيش مع كل وفد جه للنبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هنتعلم ايه من النبي صلى الله عليه وسلم وازاي اتعامل معاهم، لازم اقول لكم ان الموقف ده بيفكرنا بحاجه حصلت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من 12 سنه. هي الوفود دي هي جت للنبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه اللي حصل معاهم؟ ولا واحد فيهم اعلن اسلامه، ولا واحد فيهم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جايين بعد 12 سنة يعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 سنة النبي صلى الله عليه وسلم صبر فيهم، 12 سنة نتعلم منهم إيه؟ إن الفتح بيجي بعد تضرع إلى الله بالدعاء، الفتح بيجي بعد صيام أيام طويلة جداً. 12 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفيش تشاؤم، مفيش تأفف من التحديات الصعبة، مفيش خنقة، مفيش ضيق، صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرح المسلمين واستبشروا بنزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كلهم فرحوا ما عدا واحد بس هو اللي بكى. عارفين من هو؟ سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق لما نزلت السورة دي عرف إن قد تكون السورة دي هي نعي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف إن بنزول السورة دي حدث الاكتمال من النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة سورة الفتح بتمثل كل العطايا الإلهية والعطايا الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم التي تقدمت والتي تأخرت. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وجت الوفود بعد 12 سنة، كل وفد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، واللي جاي يقول يا رسول الله احكي لي عن الإسلام، واللي جاي يعمل معاهدة صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس الوفود دي عددهم كتير جدا، هيقعدوا فين؟ يعني مفيش مكان، مفيش قاعة كبيرة هنستقبل فيها الوفود، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة رملة بنت زيد الأنصارية، لأن كان عندها بيت كبير هي ورثاه عن أبوها، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم البيت ده عشان الوفود تقيم فيه. تعالوا بينا سريعا بقى نعيش مع وفد وفد جيل النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف النبي هيتعامل معهم ازاي، ونتعلم الاخلاق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنتعلم على فكره قيم في الحياه وحاجات جميله جدا احنا هنستفيد بيها في الحياه. اول وفد، وفد عبد قيس، جه للنبي صلى الله عليه وسلم. الوفد ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاهم واحد اسمه الاحنف ابن قيس. اول ما دخلوا وصلوا المدينه كلهم، اول ما وصلوا عند المسجد النبوي الشريف كلهم دخلوا جري على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما عدا الأحنف بن قيس. الراجل ده عمل ايه؟ فضل بره يشاف الجمال، يعني كل جمل بقى في ناحيه، فمسك الجمال قعد يربط كل جمل، وبعدين بص الهدوم لقى الهدوم مترابه، فراح مغير هدومه وظبط نفسه وجمل هيئته. كلهم دخلوا وهو جه متاخر عنهم خالص ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي بص له كده وقال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. أنت فيك حاجتين
أنا بحبهم وربنا بيحبهم، الحلم والأناه. راجل كده هادي وراجل عاقل وراجل كده رزين وراجل جميل جدا. فقال يا رسول الله: أخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ أنا اتخلقت بيهم ولا دي حاجة يعني جت بالاكتساب؟ قال: لا، بل خلقت بهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. نتعلم إيه بقى من النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده أول يعني الناس كلهم دخلوا وهو دخل متأخر عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة بص للحاجة الحلوة اللي فيه، ما بصش للحاجة الوحشة اللي فيه، ما قالوش أنت جاي متأخر ليه؟ كلهم دخلوا وأنت جاي متأخر عنهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إنك لازم تشوف الخير اللي في الناس، لازم تشوف الخير اللي في الناس قبل ما تشوف الحاجة الوحشة، لأن أنت لو شفت الحاجة الوحشة اللي في الناس أنت هتتعب وهتتعب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الخير اللي فيه، قال له إيه؟ قال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. أنت فيك حاجتين ربنا بيحبهم وأنا كمان بحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إنك تشوف الخير اللي في الناس، تشوف الحاجة الحلوة اللي في الناس. الحاجة التانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم. يعني إيه؟ النبي بيقول الكلام ده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولك لو أنت فيك صفة أنت ما اتخلقتش بيها تقدر تكتسبها. إزاي؟ العلم. إنما العلم بالتعلم. أنت مش هتتولد عالم، ده أكيد طبعا، إنما العلم بالتعلم، فهتقدر إنك تكتسب الصفة دي. وإنما الحلم بالتحلم، أنت مش هتتولد بقى إنسان يعني رحيم وحليم جدا، لا، لكن أنت تقدر تكتسب الصفة دي. وإنما الصبر بالتصبر، عمرك ما هتبقى أنت يعني إنسان هتصبر بقى وعندك الصبر، لكن تقدر إنك تكتسب الصفة دي. تاني وفد جه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن واحد بس، واحد بس، هم قالوا بس كفاية واحد بس هو اللي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده اسمه ايه؟ اسمه ضمام ابن ثعلبة. جه للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى وشوفوا هيعمل ايه. الرجل ده راجل عنيف جدا، راجل تعبيره بدوية شديدة الحدة. دخل المسجد النبوي الشريف وراح جايب الناقة وربط الناقة في المسجد النبوي الشريف، ودخل وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ تخيل واحد راح داخل كده يعني بطريقة غريبة جدا، يدخل وربط الناقة ودخل كده يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ فهم دلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، راجل شديد جدا، فقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. أنا جاي أسألك وهبقى شديد عليك قوي، بس اوعى تزعل مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سل ما بدالك. هي دي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جه وقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال: يا محمد، فمن الذي بسط الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال: يا محمد، من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال: يا محمد، فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، أتقسم أن الله أرسلك؟ أنت متخيل واحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ احلف لي إنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي رفع السماء ونصب الأرض وبسط الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلني. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل إزاي. قال: يا محمد، أحلفك بربك وربي من قبلك، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: يا محمد، أحلفك بربك وربي من قبلك، الله أمرك أن نصوم 1 شهر في السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: يا محمد، أقسم عليك بربك وربي من قبلك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فترد على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فسكت الرجل وظل يتأمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا أزيد عن هذه الصلوات الخمس، ولا عن صيامي هذا الشهر، ولا عن هذه الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هي دي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم إيه بقى من الرجل ده ومن الوفد ده؟ اوعى تزعل من السؤال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وشوف نفسية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جاي ويقول له احلف لي انك رسول الله، ويقول له مين اللي رفع السماء، ومين اللي نصب الارض، ومين اللي بسط الجبال، ومين، وشوف بيتكلم ازاي. اوعى تزعل من السؤال، نتعلم انك اوعى تحرم السؤال. على فكرة دلوقتي في ناس حرمت السؤال، في مشايخ حرموا السؤال في المسجد. عيب انك تسأل، يتقال عليك انت بتتكلم في ايه، ما تكلمش ولا تسأل السؤال ده. في اساتذة منعوا السؤال في المدرسة، فبقت النتيجة ان احنا بقى عاملين نفسنا فاهمين واحنا مش فاهمين، يعني جهل مركب. لازم تخلي يبقى فيه سؤال، ولازم ان انت ما تزعلش من السؤال. ده اللي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد ده. اللهم ابعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة. اللهم بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال وحسن الأداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.